السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكل أحبائنا الكرام في كل مكان، أعزائنا المشاهدين، حلقة جديدة من صقد النجوم. أهلا بكم طبعا في حلقة جديدة من صقد النجوم. بتأسف طبعا لحضراتكم عن تأخير البرنامج فترة زمنية تقريبا نص ساعة تقريبا، ولكن دي حاجة خارجة عن إرادتنا جميعا. الهوا طبعا إحنا عارفين إن الهوا ممكن يبقى فيه بعض المشاكل، ولكن دي حاجة خارجة عن الإرادة. بعتذر لحضراتكم مرة تانية عن التأخير وسهرتكم في الشتاء، ولكن كل محبين صقد النجوم بكن ليكم كل التقدير والاحترام طبعا. النهارده حلقه طبعا استثنائيه، لان طبعا عارفين ان حضراتكم ان احنا كل اسبوع بيبقى في سفر مفاجئ لينا نظرا لارتباطاتنا في شغل خارجيا خارج مصر. طبعا هنتكلم في الحته دي بالذات باستفاضه في الحلقه، ولكن انا حبيت اعرف حضراتكم ان احنا ممكن نبقى في اسبوع راحه او اسبوع نشتغل فيه، بس بعد كده ان شاء الله باذن الله الامور تستقر في كل الدول والبلاد العربية، وجائحة كورونا خلاص الموضوع ينتهي، ونبدأ إن شاء الله بإذن الله فترة جديدة سواء احترافيا خارج الدول المصرية أو خارج دولة مصر للدول العربية أو كمان داخل مصر. حلقتنا النهاردة كالعادة بتختص بقطاع البراعم والناشئين، ولادنا اللي احنا دايما بنحاول نسعى ان احنا بقى عندنا جيل متقدم وجيل واعي وكمان جيل عنده صحة كويسة. النهاردة الحلقة برضو بتطرق لمباراة هامة جدا، وهي مباراة النادي الأهلي ونادي الزمالك، قطبي الكرة المصرية، ليس طبعا بالكلام ولكن بالدليل. وسط جائحة كورونا، وسط طبعا المشاكل اللي قابلناها الفترة اللي فاتت، قدرت طبعا مصر بقيادة رشيدة جدا سواء الرئيس عبد الفتاح السيسي أو وزير الشباب والرياضة إن يرجع النشاط الرياضي في ظل إن هو متوقف في بعض الدول العربية في جائحة كورونا، انه يرجع في التوقيت دوت ويبقى فيه مسابقه ويبقى فيه عوده دوري. دي حاجه طبعا اشاده كبيره. كمان يظهر نادي الاهلي او نادي الزمالك بهذا المظهر المشرف ويوصله للنهائي العظيم، دي حاجه كويسه جدا، ولكن فيما هو قادم. فيما هو قادم دلوقتي مش عايزين تطلع برامج تطلع تقول، عايزين نبدا مبادره السلام ومبادره الحب والوئام ومبادره ما بين الجماهير. مفيش حاجه اسمها مبادره ما بين الجماهير، احنا اللي لازم نتغير من نفسنا، لان كل برنامج بيطلع يقول الكلام ده هو اصلا في حته فتيل صغيره بتترمي في وسط الكلام، وكمان اللي عنده الاهواء سواء اهلاوي او زملكاوي مش هيقدر يغيرها قدام الكاميرا حتى لو هو طالع محايد. خلينا نكون واضحين شويه ان كل واحد محب النادي حتى لو هو بيطلع قدام الكاميرا يضحك ويبتسم ويقول لا، هو من جواه هو رافض الموضوع نهائي. الاهلي والزمالك هم معروفين ان هم قطبي الكره المصريه في اي وقت وفي اي زمان. شغب الملاعب موجود في كل الدول، ولكن جه الوقت بقى ان احنا نتعلم من جائحه كورونا، ان احنا الملاعب كلها اللي فاضيه دي بقى منظرها وحش جدا، برغم للاسف الشديد السلوك الرياضي داخل الملاعب ما بيتغيرش، التحكيم ما بيتغيرش، جوه على الخطوط المدربين سلوكهم مع اللعيبه ما بيتغيرش، حتى رؤساء الانديه اللي واقفين في المدرجات سلوكهم ما بيتغيرش. طب الجماهير الغلبانه اللي بتدفع حق التيكت او التذكره عشان تتواجد في المدرجات هتتغير ازاي؟ احنا مش قادرين نوصل لهم ده حتى عن طريق الاعلام. الاستوديوهات التحليليه اللي هرتنا وتعبتنا واهلكت من صحتنا كتير جدا جدا، نقعد عشان دماغنا تبقى قد كده ومش فاهمين هم بيقولوا ايه. ده اللي انا كنت عايز اتكلم فيه بشكل ايجابي، وبشكل ان احنا فعلا نخرج بقى من جائحه كورونا دي يبقى عندنا شيء من الايجابيه، ونقدر نتفرج على الرياضه المصريه بحب، كل واحد ياخد زوجته ولاده ويروح الاستادات والملاعب. الملاعب والاستادات والتيكت ده بيصرف على حاجات كتير، بيصرف على اللعبه نفسها، بيصرف على المنشاه نفسها وعلى الملعب وعلى الاستاد، اذا كان كهرباء ولا اذا كان ارضيه ملعب ولا مدرجات ولا هيجيبوا منين؟ عشان تكون عارفين ان اي اقتصاد بيتهز وبيهتز بيهتز نتيجه ان في عنده نقص في الموارد، لا هو نقص كمان في استخدامنا للموارد بشكل طبيعي او بشكل عادي جدا. البرازيل او اي دوله تانية حياتها الكوره بتتقدم لان هي عندها الكوره دي اكل وشرب، مش معنى كده ان الولد يسيب دراسته ويفضل يجري ورا الكوره او يبقى زي محمد صلاح في يوم وليله، ده قصه تانية وموضوع تاني هنبقى نتكلم فيه. فاحنا عايزين ان احنا نتكلم بشكل واقعي شويه وبشكل ملموس وبشكل ان احنا يبقى عندنا حاجه كويسه. شغب الملاعب، ودي حاجه في فيديو معانا على الشاشه عرضه لنا مخرجنا الجميل. ده كانت مباراه ما بين ناشئين العمال وفرقه تانيه موجوده برضو منشيه ناصر، وللاسف الشديد اللي قدامنا ده طبعا فرق من الدرجه الثانيه والدرجه الرابعه زي ما حضراتكم شايفين. انا طبعا مانع الصوت للاسف الشديد لان الاساءه اللي موجوده في الفيديو ما ينفعش اولياء الامور او الساده اللي موجودين
في المنازل يتفرجوا عليها. زي ما حضراتكم شايفين الناس قلعة هدومها، والناس بتعمل حركات بذيئة، والناس بكذا وكذا وكذا. ده كان الكلام ده، والمشكلة دي والمباراة دي كانت في وجود طبعا كابتن أيمن حسان في منطقة القاهرة، وكان كل منطقة القاهرة كانت موجودة. الكلام ده كان من أسبوع، وكنت علقت عليه على صفحات الفيسبوك. وبعد ما علقت عليه بأيام بسيطة أو حاجة بسيطة، لقيت بصراحة ظهر لينا قرارات رادعة للمباراة دي، ودي حاجة إيجابية. حاجة إيجابية إن إحنا لما يكون في خطأ لازم يبقى في عقاب. لما بيكون في عندنا حد أخطأ، وحتى مهما كان أهلي وزمالك، حتى لو كان، ما هو لازم إحنا نحط اعتبارات، مش لازم اللي يتعاقب الفرق الصغيرة. الفرق الصغيرة دي أصلاً ملهاش موارد، يعني هو أساساً لما يتعاقب ويقعد في البيت هو أصلاً كده كده ما بياخدش، لا بياخد مرتب ولا بياخد حق اللعب اللي هو، ولا حتى الرياضة. وممكن يكون موظف، وممكن يكون في شغلانة تانية، ولكن حابب إنه يكون متواجد داخل اللعبة. دي حاجة مهمة جدا وحبيت أعقب عليها، لأن لو ما كانش اتخذ قرار كانت هتبقى مشكلة كبيرة، لأن كان موجود أيمن حسان، كابتن أيمن حسان طبعا، وكان موجود كل القادات المحترمة من منطقة القاهرة في مباراة ناشئي العمال، واللي من خلال اللي حصل طبعا أدي الإقرار قدام حضراتكم. لو طبعا الإخوة ممكن يزعوا لنا بس على الشاشة على البلازما هنا عشان نشوف التفاصيل اللي موجودة، موجود طبعا هو قدامكم كلكم. أدي القرارات طبعا، في عندنا جزاءات للعيبة، للإداريين، للفريق، لكل اللي موجودين في المباراة، جزاءات رادعة للجميع بشكل كبير. وبشكر طبعا اتحاد الكورة، وبشكر طبعا منطقة القاهرة على مراقبتها للمباريات واتخاذ القرارات في وقت صعب جدا وفي وقت قاتل جدا. اللي عايز أوصله للجماهير عشان الناس تبقى فاهمة إحنا بنقول إيه واحدة واحدة وتمشوا معانا بشكل كبير جدا، ان احنا في ظل الفار وفي ظل التقدم التكنولوجي اللي موجود، واللي اعتقد ان هو كمان الفار اثر علينا معنويا، ان احنا بقينا بنتفرج على المباراه ممكن في لحظه المباراه نعيد تاني ضرب الجزاء، ونعيد تاني فاول، ونعيد، فاصبحنا مفيش اللهفه ومفيش حتى التشجيع. يعني النهارده لما بيجي بيتعاد هدف والهدف ده مشكوك فيه، بنستنى الفرحه بتاعت اللاعب نفسه وهو بيجري عشان جاب جول، بتبقى راحت. انت حتى بتبقى قاعد قدام التلفزيون، جول، يلا حصل خير. فللاسف الشديد احنا مش قادرين نتعامل لا مع التقدم، ولا قادرين حتى ان احنا التاخر نتواكب بيه. يعني حتى الناس اللي متاخره مش قادره تتواكب مع التاخر، مش قادره ان هي، لا انا هتقدم شويه. للاسف ده حاجه عيب فينا، عيب كبير جدا. كانت في حاجه مهمه قوي عايز اتكلم فيها، واثناء زيارتنا للامارات العربيه كان في مؤتمر صحفي، وكان مهم جدا. المؤتمر الصحفي ده كان بينم على شيء معين احنا هنا في مصر بنفتقده، تخيلوا كمان ان في الدولة العربية وفي دولة الامارات بتفتقدوه. ازاي؟ عندنا كوادر كبيرة من المدربين، وانا اتكلمت في الموضوع ده كتير قوي. ازاي؟ في لعيبة اللي هي بتاعت الدرجة التانية والتالتة والرابعة والممتاز برضو، واللي لعبه ممتاز، ولعيبة تقيلة جدا موجودة دلوقتي في الدرجة الرابعة وفي الدرجة التالتة وفي الدرجة التانية بتدرب. طب امتى دول هيكونوا موجودين في الدوري الممتاز؟ هتردوا عليا الكلام ده مش هيحصل. هو فعلا مش هيحصل. ليه؟ احنا عندنا دايما كل واحد بيروح مكان عايز يجيب الناس بتوعه، حبايبه اللي هو الجهاز بتاعه. يعني الكابتن حسام حسن لو راح درب النادي الاهلي هياخد مجموعه معاه هيلف بيها الكره الارضيه، لو راح سافر بره هياخدها معاه. فاحنا كده احنا مرتبطين بالحته دي، الصحوبيه والمحسوبيه والمعرفة والكلام ده كله. عشان كده مفيش تقدم في الكرة المصرية، آسف جدا أنا بقول الكلام ده، ولكن ده واقع بكلمكم فيه. دولة الإمارات عملت مؤتمر صحفي كنت بتشرف أن أنا كنت موجود فيه، وكان في عدد من المدربين المحترمين على ما أتذكر، طبعا كابتن عبد الله النمر، كابتن حسن المحترم جدا جدا، حسن مقيم أو حسن إسماعيل اسم الشهرة المعروف، طبعا مدرب محترم جدا ومشرف على منتخب الإمارات في حراسة المرمى والعديد من الأندية في الإمارات. كان المؤتمر موجود، وتكلموا عن إن إزاي المدرب العربي أو المدرب المواطن، المواطن اللي هو إذا كان المصري، ليه ما بيدربش؟ ليه بنجيب مدربين من بره؟ وليه بنستخدم دولارات أو بنستغل إن إحنا يبقى الدولة، ما هو كل ده حتى لو النادي دوت عالي قوي ومصاريفه كتير قوي، ما هو المدرب اللي بيجيبه ده وكيله بياخد، وهو ليه إقامة، وإقامة كمان موجودة في مصر، وراتب قد إيه بياخده؟ طب ما أنا عندي مدربين كتير من كتر الركنة بتاعتهم صدوا، أنا آسف جدا يعني، ولكن هم فعلا صدوا ونسيوا كمان الكورة، وعندي مدربين تانيين ماشيين على كراسي بعجل هيموتوا في الملعب. طب ما أنا عايز أعمل توازن،
عايز اشغل الناس، عايز عندي اسماء كبيره موجوده ومدربين ليهم ثقل، ليه ما يخشوش ويتدربوا؟ عملته الامارات في الموضوع ده وعملت مؤتمر صحفي. اعتقد ان احنا صعب نعمل المؤتمر ده. ليه؟ احنا عندنا اهداف معينه ماشيين بيها، بالرغم ان الرئيس عبد الفتاح السيسي عمال صوته راح، عايزين التقدم، عايزين الاستثمار. ما هو مش هيفضل يلف على البيوت، ولا هيفضل يلف على المشاريع، ولا هيفضل يلف على الانتخابات. انتخابات طبعا ده موضوع تاني خالص وقصه تانيه، بالرغم ان هو قال وطلع وقال الانتخابات لازم تكون نزيهه بشكل كويس، واطلع ادي صوتك للي انت عايز تقوله الصح. لكن احنا اصبح الصوت رايح لفئه معينه، لمجموعه معينه، لاشكال معينه بس. هي للاسف الشديد احنا ما فيش حد بيسمع الكلام، ما فيش حد بينفذ، وهو برضه مش واجب عليه ان هو هيفضل يلف. للاسف الشديد احنا لو من تحت في عندنا نقاء والنضاف الكل هيبقى كويس، لكن احنا ممكن يبقى فوق في حد كويس ومن تحت في عايزين في شوائب لازم تتنظف، ودي مشكله كبيره. يمكن مع العصور اللي جايه، مش السنين اللي جايه، مع العصور اللي جايه ممكن يبقى في تقدم. المؤتمر هرجع لحضراتكم تاني، حضرناه وطبعا هيطلع مع فاصل، وهنستقطب بقى بعد كده في كلام مهم جدا جدا، لان انا تطرقت لموضوع مهم مخلي كل اولياء الامور في البيوت عندهم هاجس التعليم والاونلاين واولادنا، ودفعنا المصاريف في المدارس، وللاسف الشديد للاسف الشديد دفعوا الفلوس المدارس ودفعوا مصاريفهم وقاعدين في البيوت. هو في مدارس ولا مفيش مدارس؟ ما انا زي ما بتكلم عن الرياضه لازم ادي التعليم حقه، التعليم ده هو قبل الرياضه. عشان اكون عندي ولد متعلم او ولد فاهم كوره لازم يكون مثقف، عشان اسلوبه، عشان كلامه، عشان لما يروح بره يرفع راس مصر بره. فاصل بسيط للمؤتمر الصحفي وبعض اللي دار في المؤتمر الصحفي بشكل سريع، ونرجع مع حضراتكم مره تانيه. رجعت لحضرتكم طبعا بعد الفاصل اللي شفناه في التقرير السريع اللي كنا موجودين فيه في دولة الإمارات، عن إزاي إن المدرب المواطن ما يكونش متواجد في الأندية برغم حصول المدرب على جميع الأوسمة، جميع البطولات، يمكن كمان الشهادات والأوسمة اللي واخدها على صعيد تاريخه تفوق بعض المدربين الأجانب، ولكن إحنا دايما بنبص للأجانب على إنه هو بالنسبة لنا متقدم. وآه طبعا في تقدم مش هنكر يعني، وفي امكانيات كمان اعلى، ولكن ليه ما نديش الفرصه للمدربين اللي احنا موجودين عندنا؟ مش مشكله تخسر مباراه او اتنين، ولكن اكيد هتتعلم بعد كده. لكن هنفضل معتمدين على ان كبار الانديه عندنا او الخمسه اللي فوق او السته اللي فوق على طول اجانب؟ ما هو الاجنبي بيجيب معاه الاحمال اجنبي، وبيجيب معاه اللي بيشيل له الشنطه اجنبي، فالموضوع ده مش بس مرهق، ولكن ناس كتير بتاكل عيش من المواضيع دي، وهي المدربين اللي مش واخده حقها في مصر.
كنا اتكلمنا طبعا على موضوع التعليم، وده شيء صعب قوي، وشيء يمكن انا واحد من الناس ممكن اضر بيه، ان انا مش عارف دلوقتي حتى ايه هو الاونلاين، مش عارف ازاي اتواصل مع المدرسه، مش عارف ازاي، ما بالك بقى الولاد الصغيرين، ما بالك طب في ناس كتير جدا ما عندهاش حتى التليفون اللي هو ممكن ان هي تستخدمه علشان تتواصل مع المدرس، او ان هي ظروفها الماديه صعبه جدا. لا ده كمان المصاريف للاسف الشديد بتدفع قبل ما يخش المدرسة، كمان الدروس الخصوصية، واللي للأسف الشديد هتبقى داخلة علينا داخلة كبيرة جدا جدا. معانا مداخلة مهمة جدا الأستاذ عادل رمزي خليل، مدير عام شرق المنصورة التعليمية. أهلا وسهلا بيك أستاذ عادل. أهلا بيك يا حازم بيه، ربنا يخليك. طبعا تحية. طبعا احنا اسفين ان احنا مسهرين حضرتك اكيد طبعا دلوقتي، وبنتاسف على تاخير البرنامج الفتره دي، ولكن كان يهمنا جدا جدا نشوف الطفرة الجميلة اللي اتعملت في الدقهلية، محافظة الدقهلية، وإيه هي الخطة الجديدة اللي حضراتكم قمتوا بيها، لأن للأسف الشديد إحنا كل ما بنحاول نعالج في منظومة بنلاقي خلل في بعض المنظومات الأخرى، فده بيسبب مشاكل كبيرة. ولكن ما تنساش حضرتك إن التعليم هو أهم حاجة ممكن دلوقتي الأسرة للأسف الشديد بتعاني منها في ظل الدروس الخصوصية والحاجات دي كلها. اتفضل يا عادل بيه. تحياتي لك حاتم بيه ولأسرة البرنامج والمشاهدين الكرام. اسمح لي في البداية بعد إذن عليك أتقدم بتحية إعزاز وتقدير لكل معلمي مصر على ما يبذلونه من مجهود ضخم، ولا سيما في ظل الظروف الاستثنائية لفيروس كورونا العام الماضي وهذا العام. تمام. إطلالة سريعة بعد إذن معاليك، تفضل. إدارة شرق المنصورة التعليمية تعد 11 إدارة تعليمية لمديرية التربية والتعليم بالدقهلية، اللي بيقود منظومتها بحنكة واقتدار الأخ الخلوق المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم. تمام. إدارة شرق المنصورة التعليمية بها 217 مدرسة موزعة ما بين رياض الأطفال والابتدائي والإعدادي، الثانوي العام والثانوي الفني، صناعي، مهني، مزدوج، تربية خاصة، تجاري، بالإضافة إلى 10 مدارس للتعليم الخاص وثلاثة تجريبي خاضعين للمديرية. يعني أنت بتتكلم في إدارة كبيرة عدد الطلاب فيها ما يقرب من 140 ألف طالب. سعادتك أشرت أو نوهت إن التعليم قضية اعتبرها معالي فخامة رئيس الجمهورية هي القضية ذات الأولوية الأولى لمصر عشان تقف على رجليها زي ما فخامته قال. وحقيقة مصر بتتغير، وده واقع ملموس وليس شعار إذا ما نظرنا حولنا المشروعات العملاقة بالبنية التحتية. تمام. وأهمها عندنا في التعليم التطور الجديد في الوزارة اللي بيقود فكر الدكتور طارق شوقي والدكتور رضا حجازي. تمام. مبدئيا حاتم بيه، دعنا نتفق بان اي تغيير بيجابه بعدم الرضا، سنه الله في الذين خلوا من قبل. تمام. لكن احنا في الطريق الافضل ان شاء الله بتتبع او تبني الوزاره للتعليم النشط القائم بعدة طرق، سواء كان الحوار والنقاش أو العصف الذهني أو حل المشكلات. تمام. أو الاكتشاف والاستقصاء أو التعليم التعاوني أو التعلم الذاتي أو مصلحة المناهج. وهنا أنا بسأل سؤال للمجتمع المدني، ماذا لو لم تستبق وزارة التربية والتعليم الحدث اللي أصابنا جميعا أو أصاب العالم وهو فيروس كورونا بعمل المنصات التعليمية والتعليم عن بعد اللي هو أونلاين؟ كان وضعنا هيبقى إيه؟ تمام. المفروض ده يحسب للوزارة. تمام. إن هي خدت الخطوة الاستباقية وبدأت في تفعيل التعليم عن بعد. تمام. سعادتك أشرت في بداية كلامك المشاكل اللي بتواجهنا ومشاكل أولياء الأمور والطلبة الصغيرين هيتفاعلوا إزاي. تمام. بداية الطفل الصغير بيستوعب ما لا يستوعبه الكبار اللي زي حالتنا. تمام. لانه سهل التشكيل، وتقدر تشوف حضرتك ابني وابنك الصغير في البيت. تمام. كيفيه تفاعلهم مع
الموبايل كويس والدخول على المواقع أكثر مني ومنك بإجادة كبيرة. تمام. إحنا النهاردة حضرتك معالي الوزير طارق شوقي أطلق ما يسمى بالتعليم الهجيني، والتعليم الهجيني هو ثمرة جهود الوزارة مع الإدارات التعليمية والمديريات والمدارس التعليمية، اللي بناء عليه اتفرض علينا، ودي أنا بعتبرها إيجابية من إيجابيات كورونا وليست سلبية، تمام. إن إحنا نوصل المعلومة ونبسطها لأولادنا وهم في بيوتهم علشان ما يضيعش عليهم العام الدراسي. تمام. فبدأنا في إنشاء المنصات التعليمية على غرار الوزارة، وبدأنا ننشأ قنوات تعليمية ودشناها بالفعل، وعملنا مكتبة إلكترونية في إحدى مدارسنا، وربطنا المدارس بسبب التواصل عبر الفيديو كونفرنس بالإدارة. بدأنا نشرح الدروس والمنهج، وبدأنا بالمرحلة الإعدادية، وعملنا الدروس التعليمية على الأسطوانات التعليمية، طيب وبنمدها لأولادنا في مدارس مجانا، عشان تمام. البعض ممكن يسيء الفهم ويقول إن إحنا بنتربح منها، لا، خدمة مجانية لأبنائنا طيب عشان نقدر عادل بيه، بس نفعل عادل بيه، ممكن رؤية وأهداف عادل بيه، التنمية المستدامة 2030 اللي طالب بيها فخامة رئيس الجمهورية. طيب عادل بيه، اسمح لي بس، اسمح لي اتفضل. حضرتك، ذكرت حاجات مهمة جدا وحاجات أشرت ليها بشكل مميز وشكل كويس، ولكن خليني برضو أقول لحضرتك إن دلوقتي هل كل الأولاد هيقدروا يستوعبوا الفكرة دي، أو هم حتى استوعبوها؟ أنا عايز إيه الفكرة اللي ممكن تبقى البديلة بالذات كمان للدروس الخصوصية في وقت الأونلاين؟ ما أنا عندي دلوقتي في دروس خصوصية كانت موجودة، ودلوقتي بقى عظيم زاد عندي أونلاين. طب أنا عظيم دلوقتي الأسرة، حضرتك طبعا من الشعب المصري وعارف كل الظروف أكيد المحيطة بينا، إذا كانت أكيد أكيد الوزارة بتقوم بحاجة بتفعلها، ولكن الأسرة البسيطة هتقدر تواكب إزاي ما بين الدروس الخصوصية وما بين الأونلاين في ظل الظروف عظيم الصعبة اللي بنمر بيها؟ عظيم عظيم. معالي الوزير، قلنا ما فيش دروس خصوصية، يا ريت تديني فرصة. لما قلنا مفيش دروس خصوصية وبنحارب الدروس الخصوصية وقفلنا السناتر، تمام. المجتمع زعل. كنا سايبينها مفتوحة، المجتمع زعلان، لأن هو السناتر بتمص دم الشعب المصري. مهم قوي التصريح فالنهارده اللي حضرتك قلته جدا، وهاخده من حضرتك وهيتحط لي كمان على الشاشة كمان، إن السناتر بتمص دم الشعب المصري. اتفضل يا طبعا فندم، اتفضل يا فندم. طبعا النهارده أطلق السيد الوزير وقال بنعمل مجموعات التقويم. وبصراحة مجموعات التقوية الدكتور طارق شوقي ما قفلهاش، وقال لا، المدرس في كل في مدرسته، لا، ده ادى الفرصة الخيار للطالب كمان انه يختار المدرس اللي هو عاوزه طيب وحدد المجموعة. استاذنك بس عادل بيه سريعا عشان وقتنا، يعني استاذنك بس الفكره توصل لنا بس سريعا، معلش انا اسف جدا لان الوقت اتفضل. بتاعنا بيجري بسرعه. اتفضل يا فندم. المجموعات حدد العدد بتاعها عشان في تباعد اجتماعي كإجراء تمام، احترازي، احترازي تمام. والثمن أقل بكتير من الدروس الخصوصية بره، تمام مع ضمان إن اللي بيقدم الخدمة التعليمية أمهر وأكفأ السادة المعلمين عندنا، لأن بيقوم بها الموجهين الأوائل والموجهين وكبار المعلمين. طيب ما معنى كلام حضرتك، ما معنى كلام حضرتك ان تفعيل الخدمه دي، تفعيل الخدمه دي هيلغي بالنسبه لنا حته الدروس الخصوصيه؟ ثقافة المجتمع لازم تتغير. طيب نقطه بقى مهمه، واسمح بس لي نقطه بقى مهمه سريعه عادل بيه، انا دلوقتي اتفضل. لما الغي النقطه دي، المدرس اللي هو بيدي ابني في المدرسه، هل ده هو اللي بتواصل معاه في الاونلاين، ولا المدرس اللي هيحط لي الدرجات واحد مختلف تاني على الاونلاين؟ لا، الاونلاين احنا عارفينها لاكتر من معلم، بحيث ان ننوع في الاسلوب وطريقه الشرح عشان تناسب كل المستويات الطلابيه، تمام، عشان ما يبقاش حكر على حد. مش حكر، ولكن بس عايز اعرف المدرس اللي هو هيبقى في المدرسه اللي ابني بيدرس له، او هو بيدرس لابني في المدرسه، هل هو
له علاقة تانية غير الأونلاين، ولا هو موجود بس في الأونلاين، ولا إيه؟ عشان أنا مبقاش مشتت إن مين اللي هيحط لي الدرجات حتى لو ابني ماهر في التعليم. اولا الموضوع الدرجات ما عادش زي زمان، وما عادش المعلم متحكم في الدرجات زي ما احنا فاهمين. تمام. ويجب النهارده نغير منظورنا كمجتمع، ان مش كل همي الدرجات، انا همي اتعلم واطلع منتج طيب ما هو انا عايز اشيل يخدم. الفكره دي بقى، انا اللي حضرتك بتتكلم ده كويس جدا، انا عايز اشيل الفكره دي ان هو اللي هيحط لي الدرجات، ان اعمال سنه، المواضيع بتاعت زمان اللي حضرتك بتقولها دلوقتي. ما هو الراجل يعني يشكر بدأ الوقت يعتمد على التابلت طيب في عادل المرحلة بيه، الثانوية. انا ممكن استاذن حضرتك، بس ان طبعا الحديث بتاعنا كبير جدا، انا ممكن استاذنك في انك تحضر معايا حلقه وتقدر تبسط الموضوع ده ويبقى مرئي قدام الناس، لان الموضوع كبير وحضرتك بتتكلم باسلوب بسيط قوي هيوصل للمشاهد مجرد بس ما تقوله على نقط معينه. ممكن استاذنك في حلقه خاصه تشرفنا في البرنامج؟ يكون لي الشرف، شرف لينا يا فندم. وطبعا انا اسف ربنا جدا يحفظك. لطول يعني قصر البرنامج وطول المكالمة، وبستأذن حضرتك، أنا متشكر جدا جدا للفكرة، وصلتني جدا وأكيد وصلت للسادة المشاهدين. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ عادل رمزي خليل، مدير عام شرق المنصورة التعليمية. ده الفكر اللي احنا بنتكلم فيه بقى، زي ما كنا بنتكلم في الرياضة ونوصل ابننا بشكل كويس، أكيد برضو الحتة التعليمية مهمة، مش أكيد، ده هي أصلا حاجة مهمة تربويا للولد، يبقى فاهم ويواكب العصر ازاي. كل الدول دلوقتي التابلت شغال او الموبايلات او الكلام ده، ولكن هي كيفيه بس الولد يشتغل عليه، كيفيه ازاي نوفر للاسر الفقيره، ودي مهمه الناس اللي ربنا كرمها تساعد الناس الغلابه، نوصل لهم الاجهزه دي عشان نقدر نوصل التعليم لاولادنا في ظل كورونا وجائحه كورونا اللي خلت المدارس للاسف الشديد الناس قاعده في بيوتها، ودي مشكله كبيره جدا. شكرا طبعا جزيلا ليه، وبشكر طبعا جريده مصر اليوم العربيه على شغلها المحترم جدا بقياده الاستاذ احمد رامي، على ان هي قدرت توصل لنا فكره الاستاذ عادل المحترمه جدا للساده المشاهدين. فكره بقى السفر واللعيبه واللي بتروح واللي بتسافر. الايام اللي فاتت طبعا بيطلع كلام كتير، وهو للاسف الشديد كل ما هنلاقي واحد ناجح في بلدنا لازم نحذفه بالطوب، كل ما هنلاقي واحد بيوصل لمرحله كويسه وبيتقدم هنحذفه بالطوب وهنحاربه. ده لا خلاف عليه، لأن الحاقد والحاسد والمزور والفاشل وكذا 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 عمره ما هيشوف حد أحسن منه وهيبقى ساكت، ده الطبيعي. ولكن أي حد بيشتغل وبيعمل وبيراقب عمله ده كويس جدا، لأنه لو فاشل هيقف. طب معانا الأستاذ عامر العنزي، الأستاذ عامر العنزي طبعا رئيس مجلس إدارة شركة الجهراء، الوكيل الحصري لمشروب بايسون، عشان نعرف مشروب بايسون الجديد ده داخل في الرياضة ازاي وموجود ازاي. طب هل الناس تشربه وخايفة منه وما تشربوش؟ طب ده فيه كحوليات، فيه حاجات كلام ده؟ طبعا الحاجات دي مفروض ان هي ما تتقالش كده في الإعلام جهرا، ولكن صدق صائد النجوم لازم كل حاجة نعرفها. أهلا وسهلا بيك أستاذ أخونا المحترم طبعا طبعا العنزي، زعامر العنزي، أهلا وسهلا بيك. أهلا وسهلا أستاذ حاتم، مرحبتين ومرحب بيك طبعا في مصر بلدك التانية. كلمنا الأول بقى، بنشكرك طبعا على رعايتك لبرنامج صائد النجوم، وإن يبقى صائد النجوم من ضمن شرف لينا أستاذ حاتم. الله يخليك. طب اتفضل. حاجة ترفع من قيمة الشركة. الله يخليك طبعا أخونا الفاضل. كلمني عن بايسون عشان الناس تبقى عارفة، والمنتج بتاعنا طبعا وهيبقى فيه الجوائز وفيه الدورات وفيه كل حاجة، إيه هو مشروب بايسون؟ بص أستاذ حاتم، يعني مشارب باغ دي أنا ليا فيها باع يعني، فحبينا نقدم حاجة جديدة للشباب. مشارب باغ يعني مادة خطرة، فمش شيء حد المفروض يعني يشربها ولا يتناولها، فاحنا حبينا نقدم حاجه تكون تمام امنه على الشباب والبنات او ايا كان يتناوله. فاحنا اللي ميزنا ان احنا كل مكوناتنا المشروب ده طبيعيه، يعني كيميكال مش مستخدم فيه الكيميكال، تمام، كله يعني حاجه اورجانيك. تمام، ملوش اضرار على الصحه، ملوش مثلا بيتفاعل مثلا؟ لا لا اكيد لا طبعا، مش طالما نهائي. طالع من وزاره الصحه فاكيد طبعا كل البنود دي انتوا عديتوها خلاص. لا عدناها الحمد لله، وملوش اي مضاعفات يعني لله الحمد. طيب بالعكس يعني احنا ضايفين له فيتامينات و... طيب يعني استاذ عامر، استاذ عامر هتقدم ايه للرياضه المصريه من ناحيه طبعا بايسون، لان اي حد بيجي مصر
وعايز يعمل حاجه معينه او بيكون بيشتغل في مصر، انا بسحبه للحته الرياضيه دي عشان خاطر الاولاد الصغيرين. ايه اللي ممكن نقدمه للاولاد الصغيرين في ظل طبعا منتج زي كده ومتواجد؟ والله يا استاذ حارس، ان انا قعدت معاك من يومين لو فاكر، وتكلمت معاك في الموضوع ده. تمام. ف يعني الموضوع مش بس يعني احنا نتاجر في الطاقه او لا، احنا نهتم بالنشء الصغير. طيب براعم طيب انا هقول حاجه مهمه، ان طبعا شركه بايسون هتبقى الراعي الرسمي لدبلومه العمالقه الثانيه اللي بيقودها طبعا كابتن حسن اسماعيل وجنرال كابتن فكري صالح. هيكون متواجد بايسون لرعايه كل المدربين اللي متواجدين، اللي هيبقى في النص الثاني ان شاء الله باذن الله من شهر 12. يعني كافه التزامات المدربين وكافه الدعايه هتبقى مسؤوليه بايسون، ودي اول اندماج ليها في الدورات اللي موجوده. يعني معنى كده استاذ عامر ان حضرتك هتكون موجود. هيكون في كتير ان شاء الله استاذ حاتم، يعني هنعمل كتير. يعني طيب في حاجه كمان كنا عايزين نقول عليها للكره النسائيه، مفاجاه بايسون ان الكره النسائيه هيبقى في فريق في مصر، فريق بيحمل اسم بايسون وتيشيرت بايسون، وهيبقى متواجد في الدوري، ودي حاجه كويسه جدا، ويبقى ليهم ملعب خاص. مفاجأة كده يا استاذ حاتم، عايزين نعملها مفاجأة للناس، بس انت كده حرقتها. انا بحب دايما الحاجات الواقعية بقى. ان شاء الله باذن الله. حرقت علينا الفقرة دي. لا انت كده انا بطمع في المفاجآت، انا بطمع في المفاجآت. وان شاء الله يا استاذ حاتم، يعني مش هيكون يعني للشباب بس، يعني اهتمامنا بفئة الشباب يعني او الاولاد فقط، الذكور والسيدات برضه عايزينهم يشربوا بايسون علشان يتفاعلوا مع مشروب طاقة يعني. بشكرك. يعني اهتمامه مش من صبع الذكور فقط. تمام تمام. الثلاثة راح نهتم فيهم. تمام انا بشكرك شكرا. يعني اهتمامنا زيهم زي الذكور. ان شاء الله باذن الله. في كفاءات وفي مواهب هنا في مصر، يعني الواحد الصراحة يحسدكوا عليها. حبيبي حبيبي ده ده ده, ده. يعني محتاجة بس اللي يهتم فيها ويشتغلها كويس. البلد دي هتتطور جدا 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 اكثر واكثر في الرياضه، بس هي محتاجه شويه دعم ان شاء الله باذن الله. طبعا طبعا بدعمكم ان شاء الله كل الامور هتبقى خير باذن الله. انا بشكرك. ان شاء الله ده صوب عملنا، وان شاء الله يكون اهتمامنا اولويه من اولويات إن شاء الشركه الحاجة. ان شاء الله اخي العزيز الفاضل الاستاذ عامر، بشكرك شكرا جزيلا. عامر العنزي طبعا رئيس مجلس اداره شركه الجهراء، الوكيل الحصري لمنتج مشروب بايسون في مصر وفي افريقيا. طبعا بشكره طبعا لرعايته برنامج صاد النجوم، وان شاء الله برنامج صاد النجوم ببايسون هيبقى موضوع تاني كبير جدا جدا. نتمنى ان قناه الصحه والجمال تقدر ان هي يبقى المرحله اللي جايه لبرنامج صقد النجوم ليه شكل تاني مختلف برعايه احنا الشركات الكبرى لبايسون. طبعا كنت بتكلم مع حضراتكم دلوقتي على الولاد اللي بتسافر وبتروح وبتيجي. كتير قوي اتكلمنا في الموضوع دوت، وكتير قوي كنا بنتكلم فيه عن ان الناس بتروح تسافر وولاد بتروح وبتقعد وكده. لكن تخيلوا حضراتكم لما يكون في حد بيسيب بيته وبيسيب اسرته وبيسيب شغله هنا وبيسافر مرافق للولد. الحمد لله رب العالمين، ومعانا الصور بس مش هقدر اعرضها لان هي دلوقتي في، وده كلام واقعي والله العظيم كلام واقعي، دلوقتي في حته ان بس ان التوقيع يتم، وانا مش عايز كل ما اجي اعلن عن حاجه مش عارف ايه اللي بيحصل، كل ما اجي اعلن حاجه على الفيس بيحصل لها حاجه ما اعرفش. يعني ما بنتمناش الخير لبعض، ما بنقولش يا رب الدنيا تمشي عشان تمشي، لا كل ما بنشوف واحد ناجح بنلاقي بقى الدنيا حواليه استغفر الله العظيم يا رب حاجه صعبه جدا يعني. فدلوقتي احنا ربنا اكرمنا واخدنا لعيب كابتن منتخب مصر 2006. طبعا اكيد اكيد معظم اللي كانوا بيتفرجوا عليا دلوقتي وعارفين ابراهيم وناشين عارفين اسم الولد. الولد راح الامارات وكسر الدنيا، بمعنى ان في اكبر الانديه الاماراتيه بيتخانقوا على الولد. بحترم جدا اسماء الانديه، شباب النادي الاهلي، نادي الشرق الرياضي، نادي عجمان. بقدم كل التحيه والتقدير لنادي عجمان الرياضي بكل المدربين، اداريين، رئيس نادي، مدربين، كل اللي موجودين في نادي عجمان. انتم بصراحة بتشرفونا وبتشرفوا الكرة المصرية عن استقطابكم للعيبة. مش معنى الكلام اللي انا بقوله ده ان بعد كده ابص الاقي مصر كلها راحت نادي عجمان او بتراسل نادي عجمان او بتبعت على الخاص مش عارف ايه. يا جماعة الموهبة حاجة وصنع اللعب حاجة تانية. خلينا نقول ان السفر ده مش سهل. هقول تاني عشان الناس تبقى عارفة، اي لعيب بيسافر بره هو بيتحمل تأشيرة بتاعته، بيتحمل تذكرته. أنا بقول لحضراتكم بيتحمل تأشيرته وبيتحمل تذكرته. هو له بس إن أنا أوديه النادي أو أعرضه لنادي أو أخده أوديه، وفي نفس الوقت مش هاخد الولد إلا إذا كان هو الولد فعلا يستاهل إنه يسافر. لأن إذا كان بقى عنده فلوس، ما عندوش فلوس، والده بيتصرف، والده ما بيتصرفش،
والده استلف، والده ما جاب، عمل الفلوس ايا كانت جت، هي جت مصدرها ايه؟ حاجه خاصه بولي الامر، لان هو اللي عايز الولد يسافر، وفي نفس الوقت الولد عنده الموهبه. اللي بيتعمل دلوقتي ان الولد بيتاخد وبيروح يقعد في مكان نظيف، والصور موجوده والفيديوهات موجوده، وبيقعد في مكان كويس وبيقعد في فندق كويس وبيتعامل معامله كويسه جدا، في ظل ايه؟ في ظل ان كورونا فيها اجتياح للعالم والانديه مغلقه. مش مغلقه يعني النشاط واقف، لا، التدريبات شغاله لكن المسابقه الفعليه مش شغاله، لكن اللعيب اللي هم عايزينه هياخدوه. استحاله يكون لعيب ماشي من مصر هنا وموهوب ولعيب فاز والنادي هناك ما ياخدوش، استحاله. الكلام ده كلام فارغ، لازم النادي هياخده وهيعمل له اقامه ليه ولولي الامر. بس مين هو اللاعب ده؟ اللاعب اللي يستاهل. مش كل واحد لعب كوره على الارض او جري بيها يبقى لعيب كوره. مش كل مدرب النهارده ماسك صفاره وواقف في الملعب ده مدرب، لا، الموضوع بقى كله بيلعب كوره وكله بقى بيدرب، ودي حاجه صعبه جدا. عايز اقول ان الولد اللي يسافر بره ويجي، اولا ده رزق من ربنا، ثانيا هو مكتوب له كده، ثالثا امكانياته بتقول كده، لان هو لو لعيب فاز كان اتاخد زي الولد الصغير اللي خدته 2006 ورحت بيه النادي. كل الانديه اللي الولد دخل فيها كل نادي عايزه، بس كل نادي بيقدم عرض مختلف. في اللي عايز يعمل الاقامه بس، وفي عايز اللي يقدم له المدرسه، وفي اللي عايز يجيب له السكن، وفي اللي عايز يديله راتب. راتب بياخد راتب 2006، يعني 14 سنه 13 سنه بياخد راتب. ليه؟ لعيب هينفع البلد دي في المستقبل. ناس بتفكر في الرياضه، مش عندنا هنا لعيبه 2006 وعندنا اعمار سنيه كتير، بس للاسف الشديد ما بنقدرش نستغلها صح. عارفين ليه ما بنقدرش نستغلها صح؟ لان عندنا حاجتين صعبين جدا، المدرب اللي هو مش مؤهل ان هو يطلع الولد ده وينميه، والحاجه الثانيه ابني انا كمذيع ممكن اوديه الاهلي من بكره. هو ده اللي بيحصل. مش معنى كده اني بوديه الاهلي، لا، انا ابني اصلا ما بودوش حتى درجه رابعه، عايزه هو اللي يطلع بنفسه، هو اللي يتعب على نفسه ويشتغل على نفسه، عشان اقدر لما اطلع قدامكم كده ابقى صريح واتكلم، اتكلم عن الحقيقه اللي بتحصل. مش اطلع اقول حاجه وانا بتعامل بحاجه تانية بره. قسما بالله انا علاقاتي كبيره جدا الحمد لله رب العالمين، ده بفضل الله، ولكن بستخدمها لمين؟ بستخدمها للي يستحق، بستخدمها للي هو فعلا مكانه يكون موجود هنا، لكن مش عشان ده مذيع ولا عشان ده كذا كذا. الانديه مليانه، بس مين اللي موجودين؟ الصفوه ولا مين اللي موجودين؟ اللي معاهم فلوس ولا مين اللي موجودين؟ ليه الولاد الصغيرين دول بيروحوا بره بالرغم ان هم بيلعبوا هنا في انديه؟ عشان هنا مفيش التقدير الصح ليهم. قطاعات الناشئين اللي موجوده جوه الانديه، في عندنا كتير جدا من الناشئين بيسافروا بره بيلعبوا اهلي وزمالك. هو في اكبر من اهلي وزمالك في مصر؟ مع احترامي لكل الانديه مفيش طبعا، ولكن هو الناشئ هنا بياخد كام؟ عقده كام؟ مع انه لو سافر بره عربيه رايس وسكن وفندق وفلوس ودنيا. ليه؟ بيقدروا الموهبه. عشان هيستخدموه ويستغلوه؟ لا، علشان هينموه وهيكسبوا منه. هو ده التطور للرياضه المصريه، مش موضوع كلام. لا، الناس اللي شغاله فوق لازم يبقى ليها نظره وتنزل تتفتش تحت وتشوف تحت ايه اللي بيحصل في الانديه. مش كل نادي النهارده له رؤيه خاصه بيه في قطاعاته في مدربينه لا، لازم يبقى عندنا سيستم، لازم يبقى عندنا هيكل نشتغل بيه، لازم يبقى الكل شغال بيه. مش كل نادي النهارده مسابقته بمزاجه، يروح يلعب بمزاجه، مواعيده بيختارها بالتليفون. انا اسف ان انا بتكلم في المواضيع دي وبخش جواها، ولكن من كتر اللي بنشوفه. انا بروح اتغرب بقعد لي اسبوع 10 ايام، مش بروح اتفسح في دبي واتصور جنب البرج، ممكن اروح اتصور بيك اول مره اروح اشوفه مثلا ولا حاجه، ولكن بيجي عليا اوقات الولد اللي جاي ده الموهبه دي لازم يكون في مكان. تخيلوا لما الاتحاد الاماراتي يبعت للاتحاد الدولي خطاب ان احنا عايزين الولد الصغير ده، تخيلوا بطاقه دوليه تروح للاعب 2006، ده تقدير جدا من الدول ان هي بتقدر الولاد الصغيرين. البطل الاولمبي اللي بيعمله البطل الاولمبي، عشان الناس ما تتكلمش، اللي بيعمله البطل الاولمبي دلوقتي نادي البطل الاولمبي اللي بيقومه كابتن سيد رياض المشرف العام، بيعمل حاجه ممكن تبقى ضعف على اعصابه، بيتعب اعصابه، تواصل مع اللعيبه، ده راح نادي، ده لعب، ده عمل، ده سوى، ده راح، ده جه، مش بايده او انا مش بايدي او اي حد مش بايده انه يدخل اللاعب يقول له روح المكان الفلاني او النادي ده ياخدك. لا، الانديه بره، كابتن حسام عبد الله طبعا، بمناسبه بقى ان احنا بنتكلم على اللعيبه والوكلاء، كابتن حسام عبد الله وكيل لعيب معتمد من الفيفا وخبير محترم جدا جدا وله باع طويل وطلع لعيبه مخضرمه سواء في الدوري المصري خارجيا وداخليا. كابتن حسام عبد الله اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك يا كابتن حاتم،
تحياتي ليك وتحياتي للمشاهدين. تحياتي طبعا لحضرتك. سهرة سعيدة بقى معانا في صوت النجوم النهارده. كابتن حسام، كنت بتكلم دلوقتي عن اللعيبة اللي بتسافر وبتروح وبتيجي من غير توعية، من غير ما يكون في حد مسؤول، من غير ما يكون في حد بيروح ويجي معاهم. كلمني حضرتك عن الرؤية اللي انت شايفها دلوقتي حاليا، وايه الصحيح اللي نمشي بيه، وايه اللي ما بين الواقع والمأمول. الواقع حاجة والمأمول حاجة تانية. كلمني في الموضوع ده بالذات يا كابتن حسام عن البراعم والناشئين والكبار. طيب، اول شيء انا بثمن جهودك في الفتره الماضيه، بثمن جهودك الشخصيه اللي انت بتعمله في قطاع البراعم والناشئين على المستوى الخارجي، وبثمن كمان المجهود والهدف بتاع حضرتك اللي انت بتعمله، عشان في المقام الاول ان اللاعب المصري الموهوب المميز بيتقدر ازاي خارجيا وما بيتقدرش داخليا. تمام. على اساس كمان ان بنغير الثقافه بتاعت اللاعب المصري بالنسبه للاحتراف وبالنسبه للثقافه العامه اللي احنا بنعاني منها النهارده بالنسبه للاعب المصري على مستوى الدرجات. تمام. طيب، الحاجه المهمه اللي احنا بنتكلم فيها، بنقول يا جماعه ان اي لاعب لما لاعب مميز، انت شايف الرؤيه بتاعتك، اي الكلام ده عام لاي حد حابب تسفره بره مصر، لازم يكون في مقومات واستندات تقدر تبني شغلك عليه. تمام. ده اولا. ثانيا، بالنسبه للاعب، ان في ناس بتستغل هذا الامر في الوقت اللي فات، ان في ناس واخدها شغلانه. يعني ازاي؟ يعني مثلا في بعض، انا اعرف بعض الناس، او سمعت وانا في رحله من رحلاتي في الامارات، ان في بعض الناس بتاخد اعداد كبيره من الولاد دول، اعداد كبيره طبعا بمقابل مادي. تمام. وبتروح تعمل بيهم يعني ماتشات، او بتعمل بيهم اختبارات او الكلام ده. طبعا فتره معايشه، يعني فتره معايشه عايز تقول. بالظبط. فتره المعايشه دي انت بتاخد، معلش، ما فيش انتقاء، فده بيسيء للاعب المصري. تمام، برافو. تمام، اتفضل يا كابتن. تمام حضرتك. تمام. ده بيسيء للاعب المصري. انا بيني وبينك، الفتره اللي فاتت دي يعني انا بعاني بالنسبه للشغل الخارجي على سمعه اللاعب المصري. ازاي؟ عندي النهارده كل، سواء على المدربين او على اللاعبين. يعني على سبيل المثال، حضرتك النهارده لو تفتح الملف ده تكون مشكور. ازاي؟ تعال النهارده نقيس المستوى النهارده بالنسبه لدوري الدرجه الاولى في المملكه العربيه السعوديه والدرجه الثانيه اللي فيهم محترفين. معاك دقيقتين يا كابتن حسام، انجزني بالذات. اوكي حاضر. حضرتك النهارده في 2 مدربين مصريين بس هم اللي شغالين. تمام. والباقي توانسه. تمام. طيب، افسر ده بايه؟ طيب، برضو في المقابل عدد اللاعبه التوانسه في السوق الخليجي متفوق بشكل كبير على اللاعب المصري. ده النقص، الثقافه، ان الناس دي عندها ثقافه واحنا ما عندناش ثقافه. ثقافه وذكاء. ده اكيد. فانا بتكلم يا جماعه، اي لاعب في الموهبه وعنده القدرات وعنده الكاريزما ان هو يسافر بره او يحترف في السوق الخليجي، لازم يكون في حد محترم معاه، حد عارف شغله كويس، حد عارف بيعمل ايه، حد محدد اهداف، حد شايف مستوى الولد من هنا ومحدده قبل ما يتحرك خطوه لقدام. تمام يا كابتن. تمام. طيب، ممكن تقول لنا بقى عن حاجه ممكن الفتره الجايه هتحصل، او حاجه جديده، او يعني خبر حصري كده ولا حاجه؟ بالنسبه لمين؟ بالنسبه لشغل الوكلاء اللاعبين، الطفره الجديده اللي ممكن تحصل، ايه الحاجه اللي حضرتك ممكن تعملها تقدمها لنا الفتره اللي جايه؟ او لا، انا بالنسبه لي في ولد ناشئين نادي الاسماعيلي. اسماعيلي. الولد ده اسمه محمود خليف. تمام. بمشيئه المولى عز وجل، هو في مشكله بس، ان احنا رافعين شكوى في الاتحاد المصري لكرة القدم عشان بنفسخ العقد، لأن الولد من 15/12 الماضي لم يتقاضى مقدم التعاقد، أو لم يتقاضى أي راتب شهري. تمام. رفعنا شكوى لفسخ التعاقد،
ولسه مع الاسف الاتحاد المصري لكره القدم لانه طبعا بيجامل لسه ما بتش فيها. تمام. لكن تمام. احنا بنتابع اللوائح ان شاء الله. الولد قريب جدا جدا من نادي اماراتي في الفتره القادمه. طيب يعني عايزين نقول ان السوق الاماراتي هيفتح للمصريين ان شاء الله الفتره اللي جايه بشكل كبير، ونتمنى ان شاء الله باذن الله يبقى في تعاون مع صائد النجوم يا كابتن حسام الفتره اللي جايه لخدمه الشعب المصري وقطاعات الناشئين والمراعي والفريق الاول. ده يشرفني ويسعدني. طيب انا بشكرك طبعا شكرا جزيلا كابتن حسام عبد الله الوكيل لاعبين معتمد بشكل كبير ومحترم، وبشكر طبعا كل طبعا فريق التصوير معايا انا للاسف الشديد عم عزب الراجل المحترم الطيب المصور الكبير جدا جدا انا بتشرف بيه طبعا انه دايما كل حلقه متواجد على راسي. استاذ شاهد بشكرك شكرا جزيلا على اخراجك المحترم، وبشكر فريق العمل احمد عسكر بهنيه طبعا بقول له الف مبروك على الخطوبه السعيده. بشكر طبعا مي سيد البدوي على اجتهادها وتعبها وشغلها الفتره اللي فاتت سواء في ان هي تقدر تحصل لنا على بايثون لصائد النجوم، بشكرك شكرا جزيلا. فريق الاعداد معايا وفريق المصورين والمخرجين محمد الملكي طبعا وكل الناس اللي موجوده اللي بصراحه انا بتاسف جدا معظم الاسامي بتروح مني، فرد فرد كلكم على راسي. حاجه اخيره هختم بيها النهارده الحلقه. الحاقد لا يؤتمن، الخائن لا يؤتمن، الكاذب لا يؤتمن، كل إنسان بيغير من شخص أو كل إنسان بيتكلم على شخص في ظهره لا يؤتمن. حتى أنت أو حتى أنا إذا ما كانش بينك وبين ربك في عمار فأنت لا تؤتمن لا على بيتك ولا على زوجتك ولا على أولادك. حاتم عسكر بيحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.